هذه القصص ليست للتسلية وإنما للإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق عن الهوى، هو وحي يوحى. هذا إن شاء الله بالله بيوفقني أني أنا أكتب هذه القصص. فأنت اللي قارئ القرآن لو تعرف هذه العظمة اللي في هذا القرآن والتاريخ اللي فيه، مفروض المفسر يعرف المعنى اللغوي، يعرف الأحداث، يعرف التاريخ، يعرف يعني يطلع على كل شيء. إن شاء الله يعني هذا ينفع الناس ويقبلون على قراءة القرآن ويستمتعون بما جاء في هذا القرآن الكريم من حكم، من يعني أشياء كثيرة غامضة.